النشرة المحلية من قناة السبع، أهلا بكم. بداية، نظمت المترشحة عن حزب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي سعدية بن لحرش خرجة جوارية لبلدية عين معبد، اختارت من خلالها مناطق الظل بمختلف بلديات الولاية. وأوضحت سعدية بن لحرش التي جابت مختلف شوارع المدينة خلال لقاء جمعها بالمواطنين أن بلادنا تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة تستوجب تضافر الجهود لإنجاح العرس الانتخابي، داعية المواطنين للخروج بقوة لصناديق الاقتراع في تشريعات 12 جوان القادمة. التفاصيل في ورقة للزميل أسامة مداح. ترشيح السيدة بن لحرش السعدية حارب المرحوم سي عبد القادر مبروك ربي يرحمه باش يدير مداخلة. ولو كان ما نحافظوش عليها الله يسترنا إن شاء الله راهي حسرانا مثلنا. تحبوا تعطوها ليا ولا تعطوها لوحدك أجدر مني اللهم بارك. اخترت العمل الجواري في هذه الحملة الانتخابية كما ركزت على مناطق الظل خلال خرجاتي الميدانية. لمست تجاوبا كبير لدى المواطنين في هذا الموعد الانتخابي الهام في تاريخ الجزائر. وهنا أؤكد على ضرورة المشاركة القوية في تشريعيات 12 جوان 2021. ضميركم على أي واحد حاب يتوفى مش شرطي. حاج الميكروفون. قالت لك المهم تخرجوا للفوضى وتفوضوا بغدو بقوة. جاية باش تخرجوا بقوة تفوضوا على واش؟ على بال الوطن، على بال البلاد، باش نحموا من اللي راهم يترقصوا لها. إذا كان يطلع نايب ضعيف قولوا ما يجيب لك والو، بخلاف أنه يشرع ويدستر ما يجيب لك والو. المهم اللي فيهم خير للبلاد، فوتوا عليه وخرجوا بقوة. أجدد دعوة كل المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في هذا العرس الانتخابي لإحداث التغيير الشعبي المنشود، وانطلاقا من قناعتي أن التغيير يبدأ من بناء مؤسسات قوية. وديري عمارة البلاد في قلب، وديري حبنا معك، حبينا كما قبلني له صيفي. Thank you.